يا ابوي دزها الحين. وش تبيني اقول لابوي لو سالني عن الفلوس اللي سحبتها؟ خلاص خلاص لا تصيح، ها انا بضبط الموضوع. اهدا يلا يا شكوش، ترى ال 25000 حقت نقل الكفاله اللي دفعها ياسر. شكرا. شكرا وش نستفيد من شكرا؟ الرجال موعده بشهرين اعطيه فلوسه. يا ابوي انا من فين ادبر لك 25000؟ اشتغل شغاله. اهدا اهدا من كذا، مسوي بتمسك عليه السالفه؟ وهو صادق كفته، امي قبل يومين جابت شغاله اعطتها 400 ريال بثمان ساعات. واذا قلنا 400 في 30 هذه 12000، في شهرين 24000. اي بس باقي 1000. مسامحه. كفو والله. هي انتوا مجانين ولا ايه؟ ايش الهرجه؟ ايه اذا تبيها جنان لا تنسى تراك على كفالتي وجوازك واقامتك عندي، وفي اي وقت اسفرك خروج نهائي. يا ابوي ايش الهبل ده؟ بروح ابلغ الشرطه. راح بلغ تدل القسم، بس لا تنسى ان الرجال اللي دخلت عنده بالبيت شايف زوجته، واذا درى انك رجال راح يذبحك. الله الله في الشغل السنع، لا تفشليني يا ماري. فشل عقلك يا فقي. انا ماري. شوفي يا ماري، اليوم حفلة تخرج شهودة وأبيك تجهزين. أوكي مادام. سالي. نعم مادام. تعالي شوفي ماري بتساعدك اليوم بالحفلة. مادام ما في سوي كده، أنا عنده حساسية. سومبون عمد كمو جدي أوران غير سبرتي أوران سن نغارة سنديري. اسكوت اسكتي انت وتعالي مطبخ. كمو اندونيسيانيا داري مانا؟ انت ايش كلا؟ الحين انت من اندونيسيا، ما تعرفين كلمة اندونيسيا؟ انا ما بمعلوم اندونيسي، بابا انا من اندونيسي، ماما انا من سريلانكا، انا معلوم سريلانكي. ஏய் மககம அண்டாது புரி ஸ்ரீலங்கா மககம அண்டாது புரி انا مامي معلوم اندونيسي مامي معلوم سريلانكا انا معلوم سعودي هاي هين لي في جدر ما يطلع الا ملاس. مرحبا اخوي. اي نعم معك شركة الصنعة. بكرة متوفر. وين موقعكم؟ المزحمية. مزحمية لا! مهبول أنت، المزحمية عندها تفتيش، وش فيك؟ خل الموضوع علي، اسكت وياه. شوفوا أنا أخوك، إذا تبيها مع التوصيل ترى في رسوم زيادة، داخل الرياض ب 400 ريال، خارج الرياض مع التوصيل ب 1400 ريال. تجي تاخذها؟ خلاص أوكي في انتظارك، فمان الله. مزحمية بعيد! والله أنا ماخذها بعد خدمة الشايف الديرة ما عنده أحد وأنا مشغول في الرياض. أف عليك ميري تعجبك، تطبخ تنظف تكنس، حتى كبار السن عنده خبرة معهم. لا وأبشرك بعد تعرف تطبخ ذبائح. ما شاء الله هذا عز الطلب صدق. لا ما في طبخ ذبائح، اتفاق كنس نظف بس. يصير خير يصير خير، ارتبي الحين ارتبي. يلا حيه يلا مرحبا يا ابو مطرق. يلا حيه بكل بقايا مرحب تحيه ودوم. ما شاء الله جايبينكم شغاله. اي والله يا اخوك جبناها بهت خدمه الشايب ومن الشايب الحاله. انت متزوجه؟ ايوه انا زوج بس زوج انا موت. والله ساعه الهدى ورا ما تزوجون هالعود وتضمنون قعدتها معه.